بسم الله الرحمن الرحيم. كنبغي في البدايه نشكر الموقع قنيطره 36 على المبادره ديالهم لاطلاع المواطنين على مجريات الدوره الاستثنائيه اللي عقدها المجلس البلدي يوم امس الثلاثاء 28 يونيو مساء، واللي بطبيعه الحال كان كيطبق عليها القانون ديال الحجر الصحي. اذا كانت الدوره مغلقه ومحدوده العدد. الدوره جدول الاعمال ديالها كانت فيه 12 نقطه، هي دوره استثنائيه، ولكن في الحقيقه اغلب ديال النقاط ما عندها علاقه بالاستثناء وماشي مستعجله، وكان يمكن لها يتسنى. ومن كثره الزربه انه واحد العدد ديال المواضيع ما كانتش الوثائق ديالها جاهزه. من بعد غادي ندخلوا للتفاصيل ديال شكون هي اللي كانت عندها الوثائق جاهزه وشكون ما كانش الوثائق ديالها جاهزه. وبصفه عامه يمكن لي نقول انه جوج ديال النقاط كانوا مستعجلين وجاءوا في رساله بطلب من السلطات الاقليميه، إذن كيطلبوا الاستعجال، اللي هما اولا الميزانيه. وان كان هذه الرساله ديال الميزانيه راه كانت مستعجله، ماشي دابا، كانت مستعجله وتقيدات في الدوره ديال فبراير. وبما انها تقيدات في الدوره ديال فبراير كان من المفروض انها تدوز في الدوره ديال فبراير، ولكن تفاجئنا في ذاك الوقت ان رغم انها تقيدات وبطلب من السلطات الاقليميه، الاخوان المسيرين المسؤولين جاوا حتى للدوره ولاو اجلوها. من بعد غادي نجيو للتفاصيل علاش هذا التاجيل وعلاش الان عاوتاني جات مره ثانيه في هذه الدوره. والنقطه الثانيه هي المرتبطه بتطهير الحساب الخصوصي ديال التنميه البشريه، خصوصا وانه الان التنميه البشريه دازت للمرحله الثالثه، تغير الطريقه ديال التدبير ديالها. ولذلك خذات وزاره الداخليه واحد القرار واللي هو عام على الصعيد الوطني بالنسبه لجميع الجماعات، وراسلتهم باش يصفيو ويطهروا يصفيو باش هذا الحساب الخصوصي يتسد، لان الطريقه ديال التدبير تغيرت، وان كل الاموال اللي هي غير ملتزم بها ولا يعني نو اونجاجي كيخصها ترجع للوزاره الوصيه، وهذا حتى هو غادي نجيو للتفاصيل ديالو. اذا بصفه عامه باستثناء هاد جوج ديال النقاط الشيء الاخر كان كيمكن له يتسنى. الميزانيه، لان الجماعه هذه ست شهور بدون ميزانيه ما تصدقاتش عليها لاسباب غادي نشرحوها، وهذه النقطه المرتبطه بالتنميه البشريه، لانه هذا عاوتاني واحد الموضوع اللي هو مستعجل وهو مرتبط بكل الجماعات على الصعيد الوطني. طيب بالنسبه الان للتفاصيل ديال النقاط، غادي نفصلوها لجوج ديال هذه النقط اللي هي اساسيه واللي غادي نتكلموا فيها طويلا، ونقاط اخرى ما كانتش في الحقيقه كتطلب شي مواقف ولا شي مجهود، لانها طبيعيه وعاديه. مثلا احتلال الملك الغابوي لفائده المؤقت لفائده الوكاله المستقله للماء والكهرباء، او الاحتلال الملك الجماعي من طرف الشركات ديال الاتصالات وهي مختلفه، كل مره كيجيو كياخذوا واحد المكان معين اللي كي يديروا فيه داك اللاقطات ديالهم لي رولي. هاد جوج ديال المواضيع الامور كانت عاديه، اللهم من الملاحظه اللي لاحظناها حنا كمعارضه والمرتبطه بهادشي ديال احتلال الملك من طرف هاد الشركات ديال الاتصالات، ونبهناهم الى انه كاين الان واحد العدد ديال الدراسات اللي كتقول اودي ان هاد اللاقطات هادو راه عندهم واحد الانعكاس سلبي على الصحه ديال المواطنين، ولذلك هاد اللاقطات راه في الحقيقه كان كيخصها ما تبقاش ترخص لها داخل الاحياء السكنيه الاهله بالسكان، كيخصها تكون في مناطق شبه يعني بعيده نسبيا على الكثافه السكانيه. ومع ذلك هذا واحد الموضوع
طبيعي يعني الوقت كيتطلبوا، إذن كان فيه تصويت عادي ومر بسلاسة باستثناء هذه الملاحظة اللي لاحظناها في هذا السياق. من غير هذه الجوج ديال النقاط، هما في الحقيقة ثلاثة ديال النقاط، ولكن وحدة كانت جات غير خطأ سبق لي دازت في الدورة السابقة وعاود سجلوها في هذه الدورة، وهذا كيبين التسرع اللي وقع في هذا المجال. وكاين كذلك واحد النقطة اللي هي مهمة وإن كانت هي عادية وطبيعية، هي كراء واحد البقعة اللي كانت غادي تنجز عليها واحد المركب اجتماعي وتربوي لإيواء ورعاية الأطفال المحرومين من الأسرة والحالات الاجتماعية الصعبة، وهذا كان دازت فيه واحد الشراكه في 2018. وهي الملاحظه اللي درنا لهاد الاخوان، قلنا لهم اودي راه في الحقيقه تعطلتيو بزاف، هذه اتفاقيه فيها شركاء اخرين ودازت امام المجلس 2018، ومن 2018 وانتم في سبات عميق حتى الان. ياك ما ذكروكم هذوك الناس فين وصل هذا الشيء هذا، كنتم انتم كتعرفوا بانه المجلس الدور ديالو في هذه الاتفاقيه والمهمة التي أنيطت به هي تعبئة العقار، إذا كان بالإمكان ديالكم أنكم تعبئوا العقار مباشرة من بعد ما دازت الاتفاقية وتم التوقيع عليها. وكان ديك الساعات الأمر بسيط، لأنه الأملاك ديال الدولة في هذه الحالات هذه كانت كتوضع رهن إشارات الجماعات لاستغلالها في واحد المشاريع بصفة مؤقتة، بواحد الاحتلال مؤقت للمشاريع اللي هي فيها واحد المنفعة عامة. الآن القانون تغير وما بقاش الأملاك المخزنية كتوضع لها الإشارة، ولات عندها جوج ديال الطرق، إما كتكري أو لا كتبيع. ولذلك الجماعة بهذا التعطال ديالها كلف، غادي تكلف الجماعة، غادي تكلف هاد الإخوان المسؤولين بهذا التعطال ديالهم، غيكلفوا الجماعة أموال إضافية لأنهم الآن غيضطروا يكريو. إذن الميزانية ديال الجماعة غادي تحمل واحد العبء مادي، كان يمكن لهم كون داروا العمل ديالهم في الوقت المناسب ما يوصلوا شيء لهاد المرحلة ديال أنهم الآن من بعد ما طلعوا سنتين أو ما مضطرين أنهم يكريو. إذن هذا كيبين أنه في الحقيقة ما كاين شي واحد التدبير معقلا لكل القضايا اللي الجماعة مسؤولة عليها. الموضوع الثاني واللي هو كانوا فيه ثلاثة ديال النقاط كيهمون في الموضوع، اللي هو المرتبط بال هذاك المشتل ديال المقاولين الشباب. فيه جابوا نقطة ديال الغيو داك دفتر التحملات اللي كانوا داروه هما النيت في 2014، وجابوا نقطة ديال يديروا دفتر ديال ملحق ديال الاتفاقية مع وزارة التجارة والصناعة، وجابوا نقطة ديال دفتر شروط التحملات كيفاش غادي تكراو هاد المحلات المقاولين الشباب. وفي هذه النقطة وضحنا يعني المسؤولين في على تدبير الشأن ديال العام ديال المدينة أنه حتى في هذا الموضوع هذا تأخروا بزاف، بحيث أن هذا المشروع هذا في الحقيقة كيرجع ل2000 فاش كانت باقى الجماعة ديال الساكنية. وفي ذاك 2000 ما بين 2000 و2003 كانت دارت الاتفاقية مع وزارة التجارة، وكانت وزارة التجارة وكانت دار المشروع في شطرين. الشطر الأول كانت تكلفات وزارة التجارة بتمويل ديال 4 مليون ديال الدرهم، وهو اللي تبناو به واحد العدد ديال المحلات، كيظهر ليا شي 33 محل أو 32 محل اللي تبنات. ولكن من ذاك الوقت فعلا الطريقة ديال التدبير ديالو ما بقاتش واضحة، حتى 2009 جاو الإخوان المسؤولين الحاليين في 2009، ولكن من 2009 حتى 2014 ما هضروش في هذا الموضوع هذا. في 2014 غيروا دفتر الشروط والتحملات وداروا دفتر شروط وتحملات جديد ونساوه عاوتاني. حتى الآن حتى 2020 ما بين 2019 و2020 عاد تفكروا هذا الموضوع. والغريب في الأمر أن هذا الموضوع ديال هذا المشتل هذا فاش كنجيو ناخذوا التواريخ ديالو فوقاش الإخوان بداو كيتذكروا عليه كنلقاهم فيه دائما، فاش كتقرب الانتخابات بسنة عاد كنحيوه. ولذلك نبهناهم أنه كنخافوا أن هذا المشروع عاوتاني حنا غادي يدهاو ما غادي يدوزوه دابا في هذه الدورة هذه وغادي يمشي حتى دوز الانتخابات.
هذا هو المشكل. ونبهنا كذلك الى انه هذا المشروع نظرا للاهميه ديالو غيكون صعيب علينا اننا حنا نصوتوا ضده، ولكن نظرا لان المشروع ما بقاش بالوجه اللي كان عنده في الاول، لان في الاول هذا المشروع كانوا فيه شطرين، الشطر الاول تنجز وتهمل وتخرب وتطاروا له البيبان وما الى ذلك، ومن بعد عاوتاني ترصدات له ميزانيه وتعاود تصلح، ودابا عاوتاني يعلم الله شنو غادي يوقع به. ونبهناهم الى انه الشطر الثاني علاش ما كتذكروش عليه، قالوا ودي حنا دابا ما بقاش الشطر الثاني. نبهناهم انه الا كان الشطر الثاني ما بقاش، ما هذه الاتفاقيه اللي عاد جابوا راها كتكلم على الشطر الاول، وبالتالي ضمنيا راه الشطر الثاني باقي. قال لك لا الشطر الثاني ما بقاش، قلنا لهم كيما داك الشطر الثاني، الشطر الثاني شنو كان غيكون فيه؟ كان غيكونوا فيه واحد المرافق اداريه، وكان غادي يكون فيه مقصف، وكان غيكون فيه جامع. ويبدو حسب بعض الاخوان ان هذا الشطر هذا توزع بقع وتصرف بطريقه او باخرى خارج هذا المشروع. والغريب في الامر كذلك انه بالنسبه لهذا التدبير ديال هذا الموضوع، ان الجماعه في الحقيقه ما قامتش بالواجب ديالها في الوقت المناسب، والاكثر من ذلك انه حتى في هذه الدوره راه جابوه بواحد الشكل مستعجل، بحيث انه فاش جينا للجنه كانت الوثائق مازال ما موجوداش، وكانوا يصرون على انهم ندوزوه من الناحيه المبدئيه. قلنا ودي كيفاش غادي حنا نصادقوا على شي حاجه؟ واش غنشريو الحوت في البحر؟ نصادقوا على واحد تار جيبوا لنا الوثيقه، واذا قدرتوا تجيبوها لنا للدوره جيبوها لنا للدوره. وفي نهايه المطاف الوثيقه ما دازتش في اللجنه، حتى جابوها للدوره، عاد كان هذا النقاش فيها. اذا حنا بالنسبه لنا كان الموقف ديالنا في هذا الموضوع هو التحفظ، ما بغيناش نصوتوا لانه المشروع ما بقاش بالصيغه الاوليه ديالو، وقع فيه تغيير ممنهج. النقطه كذلك اللي اثارت الانتباه ديالنا كمعارضه هي انه فصلنا لواحد جوج ديال النقاط اللي هما التاسعه والعشره، قيل لنا ان هاد جوج النقاط غناجلوهم. قلنا لهم كيفاش غتاجلوا هاد جوج النقاط؟ علاش غتاجلوهم؟ لا جبتوهم الا كنتو غتاجلوهم. قال لك اودي لا، راها جاتنا رساله من عند السلطات الاقليميه كطلب منا اننا ناجلوهم. قلنا لهم راه ما يمكنش، الا كانت السلطات الاقليميه هي اللي صيفطات رساله ليكم ولكافه الجماعات، والسلطات المركزيه صيفطات للجماعات على الصعيد الوطني باش بالنسبه للحساب الخصوصي ديال التنميه البشريه كيخصو يتطهر يتاسينيسا ويتسد، وداك الفلوس اللي هي نو اونجاجي اللي غير ملتزم بها ما ترجع للوزاره الداخليه. كتجيو نتوما كتقولوا انهم عندكم رساله من الداخليه. هذا واحد الامر حقيقه انا بالنسبه لي تر الاستغراب ديالي، واكدت انه واش عندكم هذه الرساله؟ وقيل اداك وشيروا لي بالورقه رساله، زعما راه هذه الرساله اللي فيها كذا. قلنا الا كان سيدي من عند السلطات هي اللي طلبتها، حنا ما عندنا مشكل، وحنا غادي نشوف واش هذا الشيء بصح ولا 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 ماشي بصح، لان الايام غتثبت. لانهم قالوا انهم غادي يمكن يرجعوا هذا الشيء عاوتاني في دورات استثنائيه مستعجله من بعد العيد الكبير. وهذا هو الامر اللي زاد دخلنا الشك في هذه القضيه هذه. وانت غدوزها من وراء العيد وجبتيها دابا بشكل مستعجل، دوزها دابا وهني البلاده والعباده. هذا واحد الموضوع ما كيطلبش كاع هاد المسائل هذه. بقى لنا الموضوع الاساسي اللي في الحقيقه من اجله انعقدت هذه الدورة، هو الحقيقة هو ديال الميزانية. الميزانية جابوا لنا ميزانية في أكتوبر، الدورة ديال أكتوبر هي اللي كتكون الدورة ديال الميزانية. في الدورة ديال أكتوبر جابوا لنا ميزانية وتقدمات الشروحات وما إلى ذلك، وصادق عليها المجلس، صادق عليها المجلس بالإجماع. لا، في هذه المسائل اللي كتكون عادية ديال التدبير عادية ما عندناش إشكال، ولكن المسائل اللي ما كنقتنعوش بها راه حنا كناخذوا فيها موقف. اذا صوتنا عليها، وديك الساعات قالوا ان الميزانيه هي عندهم فيها التوازن، ولكن فاش مشات داك الميزانيه للسلطات الاقليميه ما دوزاتهاش، لانها اعتبرت ان فيها عجز ديال تقريبا 34 مليون ديال الدرهم، 3 المليار و400، وهذا ماشي عجز ساهل. شنو هو شنو هي من بعد فاش بدينا كنبحثوا، من بعد ما جاوه راسلتهم السلطات باش يدرجوا باش يعاودوا يراجعوا الميزانيه ويصحوا الخلل ديال عدم التوازن اللي فيها في الدوره ديال فبراير.
في الدوره ديال فبراير سجلوها بناء على الرساله ديال السلطات الاقليميه، ولكن فاش جاوا الدوره ولاو اجلوها. وقلنا لهم علاش غتاجلوها؟ قال لك غادي ناجلوها حنا هكا مازال ما وجدناش هذه المسائل. مزيان اجلوها دابا عاوتاني هما جابوها، ولكن جابوها الان. شنو هي الحيثيات ديالها؟ الحيثيات ديالها وهو ان المشكل ديال التدبير في هذا عند الاخوان في بعض العدد ديال الامور في الحقيقه كياخذوا التدبير واش غنقول بشكل مزاجي ولا بشكل ما عرفتش. المهم انهم ما كيضبطوش القوانين ديالهم، وهذا الشيء وقع ليهم، ولذلك عندهم واحد العدد ديال الدعاوي، وهذه من الدعاوي اللي خسروها هي شيء من الموضوع اللي كان عندهم مع شركه اس او اس، بحيث انه الدعوه اللي ربحتها اس او اس فيها 67 مليون ديال الدرهم، يعني 6 مليار و700، وكان يعني الحكم يعني مسطر عليه بالنفاذ المعجل. اذا بما ان عندكم فيه النفاذ المعجل كنتو كتسناو انكم تدبروا الامور ديالكم. البنك المغرب دار لهم الحجز في السنه اللي مضات في الميزانيه ديال العام الاول ديال 2019، وحجز عليهم على تقريبا واحد 3 ديال المليار و300 مليون، 33 مليون ديال الدرهم فاصله شي حاجه. اذا انتم راه عارفين انهم نفذوا عليكم الجزء الاول ديال الحكم، قسموها لكم على جوج. اذا كان ضروري ان في هذا العام تجيبوا الميزانيه مقاده وتحيدوا داك الشيء هذاك، ما تخلوش راسكم في مازق. ولكنهم اصروا انهم ما يجيبوهاش ويتماطلوا وتبقى الجماعه بدون ميزانيه الى غايه الان حتى لهذه الدوره هذه، وهي بدون ميزانيه. ودابا راهو ما دوزوها في الدوره، وطبعا غادي ترجع للسلطات الاقليميه باش خاصها تاشر عليها. الى اشرت عليها عاد غتولي عندهم الميزانيه. شنو كانوا كيديروا ذاك الساعات؟ كانوا كيفرض عليهم القانون انهم يبقاو يتصرفوا بالميزانيه ديال السنه ديال 2019 في 1/12 كل شهر بشهر، في بخصوص المصاريف الاجباريه. المصاريف الاجباريه راه محددها القانون. اذا قلنا هاد الناس دابا اذا فاش جاوا لهاد الميزانيه كيفاش حي بغاو يديروا التوازن؟ اختاروا الطريقه الاسهل. شنو هي الطريقه الاسهل؟ جاوا وقالوا غادي نزيدوا في المداخل. اذا جاوا للجزء ديال المداخل وزادوا فيه تقريبا واحد 22 مليون ديال الدرهم، وقالوا غادي نقصوا شويه من المصاريف، وجاوا للجزء ديال المصاريف ونقصوا منه واحد 11 مليون ديال الدرهم فاصله شي حاجه، هي المجموع ديال واحد 33 فاصله شي حاجه تقريبا 34 مليون ديال الدرهم، هو القسط اللي باقي لهم ديال الحكم ديال اس او اس. ما عرفنا غدا شنو هي الاحكام اللي غادي تعاود ثاني تبان، لانه هذه الامور كباين على انه التدبير ما غاديش في الطريقه السليمه، ولذلك اللي كيمشي يدعي راه كيمكن له الحمد لله راه كيمكن له يربح الدعوه ديالو يعني بطريقه اللي كتضمن له الحقوق ديالو. اذا قلنا لهم اودي هذا الشيء الطريقه اللي درتو ديال انكم زدتيو في المداخل ونقصتيو من المصاريف شي شويه راه ما مسلكاش. علاش ما مسلكاش؟ اولا لابد باش ناخذوا الظروف اللي حنا كنعيشوها، حنا كنعيشوا في الفتره ديال الجائحه، والجائحه عطات انه كاين واحد الركود اقتصادي، وما كاينش رواج، وما كاينش ضرائب، وكلشي كيتشكى. وفي التقرير ديالهم هما اللي عداتوا المصالح ديال الجماعه على 6 شهور الاولى كاين ناقص 21% من القيمه ديال المداخل اللي كانت في هذه الفتره من السنه اللي مضات. بمعنى ان داكشي اللي دخلناه في عام الاول من 1 يناير حتى 30/6 دابا ناقص ب 21%، وفي المداخل الذاتيه ديال الجماعه ناقص ب 37%. اذا كي غادي دير تدخل انت دابا هذيك الميزانيه اللي درتي وما وعندك فيها ما دخلتيش داكشي اللي كان كيخصك تدخلو، وعاد زدتي بها واحد 2 مليار وزياده، كي غادير تدخلو؟ راه ما يمكنش. هاد القضيه ديال انكم تغونفلي وتنفخوا المداخل راه ما غتسلكش، وبالتالي هذا راه واحد الموازنه خياليه ماشي واقعيه، وما بالاكثر من ذلك راه ما يمكنش تقولوا لي انه دابا راه صافي ترفع الحجر الصحي. راه حنا الان كنعيشوا واحد اللحظات حرجه واحرج من الايامات ديال مارس وافريل وماي ديال الجائحه، بحيث ان دابا الارقام هي في تطور اصعب، وإلا زدنا على هذا الشيء وهذا الشيء قلناه اليوم، إلا زدنا على هذا الشيء خارج المسؤوليه ديال المجلس، المسؤوليه ديال الحكومه في
الردود ديالها وفي القرارات المتناقضة والعشوائية والسريعة واللي ما استند على حتى شي قانون واللي خلقات أزمات لجميع المواطنين ولا أدل على ذلك من الأزمة ديال هاد اليومين اللي سدوا واحد 8 ديال المدن واللي خلات الناس تخرج بالليل كتقلب على فين نمشي في طرقات عامرة والكسايد وما إلى ذلك. واش بهذا التدبير غادي يمكن لنا نرجعوا الوضعية إلى ما هي عليه؟ راه ما يمكنش. احنا كي على ما يبدو ان هذا الشيء هذا لن يسعفنا واننا يمكن من بعد العيد ممكن ونتمنوا على الله هذا الشيء ما يكون صحيح ممكن اننا نرجعوا الان كونفينمون لواحد الحجر اللي هو اشد صرامه مما كنا عليه. اذا الا كنا غاديين احنا غاديين في هذه الوضعيه هذا كيفاش كتقول انك غادي تدخل هاد الفلوس؟ يستحيل. اذا الحل الوحيد اللي كان عندهم وهو انهم كان كيخصهم يمشيوا لذاك المصاريف ويتقشفوا في المصاريف. ولكن في الحقيقه شنو داروا هما في المصاريف؟ في المصاريف مشاو عاده كل ميزانيه كتصاوب العام الجاي كيزيدوا واحد 10% تقريبا في ذاك الميزانيه. اذا هما مشاو لذاك المصاريف وذاك الميزانيه اللي كانت عندهم في 2019 هي اللي ولاو حطوها، يعني داكشي اللي كان زادوا في 2000 في اكتوبر باش يصاوبوا هذه الميزانيه في ذاك البنود نقصوها وخلاو الميزانيه ديال العام الاول. وهذا ما غيسلكهمش نهائيا. وقلنا لهم بل اكثر من ذلك انه كاين بعض الاشياء اللي ثارت الاستغراب ديالنا في هذه القضيه. واحد الملاحظه مثلا، انا لاحظت انهم جميع البنود رجعوها لذاك الميزانيه ديال 2019 باستثناء تقريبا واحد جوج البنود، ومن بيناتهم البند اللي ثار الانتباه ديالي هو البند ديال ذاك المنح اللي كيعطيو للجمعيات الثقافيه ماشي كاع الجمعيات، الجمعيات الاخرى خلاو لي هذاك الشيء اللي كان عندها في 2019 باستثناء الجمعيه الثقافيه. لاحظت على انه هذاك الشيء اللي كان عنده في 2019 في اكتوبر نقصوا لهم منه وجاو دابا كان كيخصهم يسويو الوضعيه ويرجعوا لهم داك الشيء ديالهم، زادوا نقصوا مره ثانيه. وقلنا لهم كيف يعقل واحد الجماعه اللي كتبني واحد المركب ثقافي قدماته لسيدنا واللي الان الميزانيه ديالو تقريبا واحد 18 ديال المليار، واش هكذا كتعطيو اشاره للجمعيه الثقافيه؟ هكذا انتم كتحترموا الثقافه وهكذا باغي تشجعوا الجمعيه الثقافيه اللي غادي يكونوا من العناصر الاساسيه والحيويه لتدبير هذا المركب؟ هذا في الحقيقه واحد الاشاره سيئه من واحد الجانب، ولكنها في الحقيقه فاش كناخذوا ما يصرف على باقي الجمعيات راه كيبان على انه راه ما كيمشيش بالطريقه اللي خصو يمشي بها. ولذلك قلنا لهم اودي راه هذه الطريقه ديال التدبير اللي درتيو ما غاديش يتسلك هذه الميزانيه، وهذا واحد التوازن مغشوش، ولذلك حنا راه ما يمكن لناش نصوتوا عليه. لذلك شخصيا بسميه المعارضه صوت ضد الميزانيه على غير العاده، لانه طريقه ديال التدبير ماشي هي هذيك، وحاولوا ما امكن. هما في الحقيقه اعتبروا انه في التقديم ديالهم للميزانيه على انه المداخل ديال هاد 6 شهور مثلا في لاتيفيا تزادت عندهم ب 103، وهي الحقيقه ماشي 103، لان راه ناقصه منها 3 ديال المليار. وقول راه نقصوا لي من 8 ديال المليار راه يلاه غادي تجيني تقريبا واحد 4 ديال المليار فاصله شي حاجه، ما كيقولوش الحقيقه. ولذلك في هذا الشيء ديال الميزانيه حنا صوتنا ضدها. اذا هذا باختصار هي الاجواء اللي مرت فيها الدوره. وطبعا المواطنين فاش سمعوا دوره استثنائيه كانوا كيتسناو اننا غادي نهضروا على الطوبيسات على الحافلات، ولكن راه الضرر ما كانش ديال الحافلات، رغم ان هاد الزامنات في ذاك الظرف اللي تعلن فيه على الصفقه. ولذلك هذا الموضوع انا ما اسمحوا لي راه ما غنهضرش فيه اليوم حتى يجينا الدوره باش نعرفوا شنو اللي غادي يوقع في هادشي ديال الحافلات، عاد يمكن لينا نذكروا فيه وشكرا.